يقول: فضيلة الشيخ، أنا شخص وقعت في المعصية فنذرت لله ألا أعود إليها، وإن عدت فعلي صيام 7 أيام، ولكن لا أدري أقلت 7 أيام في كل مرة أم قلت 7 أيام، أي أنه إن عدت للمعصية وبعدها عدت إليها أكثر من مرة، ولكن صمت 7 أيام فقط، فلا أدري هل ما فعلته صحيح أم لا. هذا النذر يجري مجرى اليمين، لأنه يقصد به المنع، ويجري مجرى اليمين، فيه كفارة يمين. كفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. هذا نذر يجري مجرى اليمين، فيه كفارة ولا يلزمك الصيام